محمد العربي جودات، رئيس جمعية السلام للتنمية والمصالح الاجتماعية بدوار ولاد عيسى، جماعة ولاد عيسى إقليم لاردانت، كذلك عضو في المجلس القروي للجماعة. بصفتي رئيس جمعية السلام، بالنسبة للجمعية للسلام فهي تأسست سنة 1992. من أهم الأعمال ديالها توفير الماء الصالح للشرب، البحث عن موارد للجمعية، وذلك لتغطية المصاريف الاجتماعية التي تقوم بها الجمعية من حيث مساعدات طبية، مساعدات اجتماعية مالية في الأعياد وفي المناسبات. كذلك تقوم بمصالح ديال المساجد وإصلاح الطرق والمقابر. بالنسبة المهرجان اللي كتقوم به جمعية الرسالة فهي مشكورة. جمعية الرسالة هي عبارة عن واحد مجموعة ديال الشباب اللي لقاو حقيقة واحد الفراغ في الجانب الثقافي والجانب الفني داخل الدوار، وحنا في جمعية السلام كندير لهم يد المساعدة وكنساعدهم في أي حاجة احتاجونا، فنرى معاهم على طول. إقبال جماهيري كبير من ساكنة المنطقة والنواحي غصت بهم جنبات ساحة درب الجامع بمحاداة المسجد العتيق، وقد كانوا على موعد مع باقة متنوعة من الفنون الفولكلورية، فن مناوة، أحواش، دقة الهوارية وغيرها، فضلا عن لوحات فنية من إبداع برائم وزهرات المنطقة، إضافة إلى تكريم وجوه معروفة اعترافا لها بالجميع.
يعني بسم الله الرحمن الرحيم عبد المجيد أنبول يعني أنا تمثال غير الحمقان جمعية أشبال الجدار جمعية أشبال الجدار اللي تسنت وسنت الفن الأحوج الفن اللي كان أكبر المنطقة نسوس كاكول مش كاد نحضر بالمهرجان اللي تسكن الجمعية الرسالة بحكم أنه ثلاثة خديس العلاقة التعاون القديسية الشراكة الوئام باش كاين إن شاء الله طول الشهر العسل المهرجانات في ثلاثة سبتمبر نتمنى من الله سبحانه وتعالى التوفيق شي راجع الاجواء اللي كنشوفوها اجواء جميله وكنتمنوا الناس اللي كيهمهم الامر باش يستمروا في هذا العمل لانه كيبشر بالخير وكيفرح الوليدات والحمد لله كل شيء كيبان على ما يرام وهذا العمل كيفرح كنتمنى ان شاء الله باش يستمروا هذا هو الهدف اللي كيتمناه الجميع شكرا بسم الله الرحمن الرحيم كنشكروا جمعية الرسالة على التظاهرة اللي دارينا في المهرجان هي المرجو من الجمهور حسام بابا جماعة ولاد عيسى كنشكروا جمعية الرسالة على هذا المهرجان اللي حياو الناس وجاو الناس من جميع التواور اللي جايين الجماعة والحمد لله كنشكروهم بسم الله الرحمن الرحيم جمعية الرسالة للثقافة والفن والرياضة والعمل الاجتماعي ومحافظة على البيئة جمعية شبابية تأسست 26/6/2014 ذات أهداف تنموية وثقافية ورياضية واجتماعية ومحافظة على البيئة كذلك تأسسنا مبادرة مجموعة ديال الشباب غيورين على البلاد وبغينا ننميو هذه البلاد ونحافظوا على الجيل تاع المستقبل قمنا بعض الأنشطة في رمضان وكذلك خارج رمضان مثلا الدوري الرمضاني من الرابع إلى 25 في رمضان ومبادرة كسوة العيد لفائدة بعض الأشخاص اليتامى كذلك قمنا بمجموعة من الإفطارات الجماعية وتنظيف المساجد وتنظيف المصلى وكذلك مسابقة في تجويد القرآن الكريم لفائدة الصغار بعد رمضان قمنا بنشاط بأمسية تضامنا مع أطفال غزة وقمنا كذلك بالكرنفال في يوم عيد العرش ودابا حنا في مهرجان ولاد عيسى الثقافي لإحياء التراث بتنسيق مع جمعية السلام بالنسبة للصعوبات اللي كنواجهوها بالنسبة للصعوبات اللي حنا كنواجهوها كتلخص خصوصا في الدعم المادي شوية قليلة واخا عندنا دعم من جمعية السلام وكذلك الجماعة المحلية والدعم المعنوي كاين بعض الأشخاص اللي كيشوشوا على العمل ديالنا واخا هما قلال ولكن حنا غنتغلبوا عليهم بالنسبة للأهداف بالنسبة للمستقبل عندنا أهداف كثيرة إن شاء الله من الدعم لفائدة التلاميذ وكذلك كنفكروا في واحد أسبوع ثقافي خاص بأولاد عيسى تكون فيه إن شاء الله الصناعة التقليدية ومعرض الكتاب وبعض السهرات الفنية ويكون واحد دوري عام على صعيد الجماعة دابا غيكون تحفيظ القرآن الكريم لفائدة أطفال ولاد عيسى كاين برامج كثيرة إن شاء الله غير كنحتاجو شوية ديال الوقت وشوية ديال الدعم وشكرا. كلمة الله هي العظمى، كلمة الله هي العليا، معكم ياسين بوخادير عضو جمعية في جمعية الرسالة بالضبط نائب كاتب جمعية الرسالة. المهم باعتباري مقدم ومسير مهرجان ولاد عيسى اللي كان تحت شعار مع لإحياء التراث كان البرنامج ديالو على مدى 3 أيام، البرنامج الأول يعني كان دائما كيكون عندنا في الايام الاولى للاولى والثانيه وحتى اليوم ان شاء الله كيكون عندنا دائما افتتاح بلوحات واناشيد لاطفال وبراعم جمعيه الرساله باش اننا الهدف من هذا اننا كل افتتاح ديال كل سهره اننا نديروا لوحات واناشيد للاطفال هو اننا نحاولوا حتى الاطفال اللي ساكنين في دوار ولاد عيسى نكسبوهم شويه ديال الثقه وواحد المواجهه يعني ننمو الشخصيه ديالهم بالنسبه للبرنامج ديال النهار الاول كان افتتاح كالعاده بلوحات واناشيد ديال الاطفال تلا يعني فن ما يسمى هنا بفن غانغا ولاد عيسى البرنامج ديال اليوم الثاني نفس الشيء يعني كان افتتاح باناشيد دينيه لفائده اطفال وبراعم ديال الرساله
تبعوها نفس الشيء فن غانغا بالإضافة إلى تقسيمات بالعود من طرف أحد سكان دوار ولاد عيسى. وكانت هناك وقفة فكاهية مع الكوميدي والفكاهي المدني. واليوم إن شاء الله نعتزم نفس الشيء الافتتاح ببعض لوحات لأطفال وبراعم الرسالة. يلي أحواش إن شاء الله من بعد الدقة الهوارية وفكاهيا إن شاء الله يشاركنا في وقفتين كوميديتين. بالنسبة للأهداف ديال هذا المهرجان هو يعني النهوض بالتراث وأننا نحركوا البلاد شوية يعني اللي واحد شوية كما كنقولوا الرواج لأن البلاد كانت واحد الخمود ثقافي وفني. بالإضافة أننا الهدف ديالنا هو أننا الأطفال نحاول ندخلهم في الأنشطة ديالنا عين يعني أي نشاط وخا مهرجان خاص غير بالكبار لكن حاولنا أننا ندمجوا الأطفال باش نربوهم على التقاليد زايد أنك تربيهم على تقوية الشخصية ديالهم. بالنسبة للمشاكل كما قال رئيس جمعية الرسالة محمد الدين كمال جداد كانت بعض العراقيل من طرف الأشخاص اللي كيهمهم أنهم غير شي حاجة ما تكون مزيانة في هذه البلاد. بالإضافة إلى أننا يلا جمعية فاتية يعني الدعم كان قليل اللهم جمعية السلام اللي كنشكرها من هذا المنبر اللي دعمتنا في هذا المهرجان اللي كانت هي المساهمة في الدعم وجمعية الرسالة تكلفت بتسيير هذا المهرجان. والسلام.